السلام عليكم، ومعكم أحمد شو. الرسالة دي لمتابعيني دلوقتي، أين أنتم؟ بسبب قلة المشاهدين المتابعين والمشاهدين وقلة التشجع، مفيش متشجعين لقناتي، وقفت فيديوهات. أين أنتم؟ أين أنتم مشجعين قناة أحمد شو؟ المتابعين أنتوا على راسي من فوق، واللي مش متابعين على راسي من فوق برضه. بس لما تكون الناس اللي مش مشتركة أكتر من المشتركة بتتابعني، ومش مشتركين وبيبخلوا عليا بزرار الاشتراك وبعدين يتفرجوا ويمشوا، يتفرجوا ولا بيدوسوا لايك ولا بيدوسوا أي تعليق ولا أي حاجة، دي حاجة ما تشجعش. ولا يا عيال تافهة، عيال بالسكليتات لمؤاخذة يبقى عندهم متابعين ومشاهدين، ايه الحال ده؟ أصبحت الشهرة لعيال تافهة، عيال قلبة من ولاد لبنات، وبنات قلبة من بنات لصبيان. أصبحت الشهرة لشباب بايظ، شباب تيك توك، وأنا من ضمن الناس اللي بتعمل رياكت على الناس اللي زي دي. وهي مفروض قناتي تكون الأولى على اليوتيوبرز، بس هنعمل ايه؟ لكل الناس حظوظ، والحظوظ دي بتيجي برضه تبع الرزق، والرزق عند ربنا طبعا. ويا ريت من رسالتي دي، وبقول رسالتي دي لكل الناس، الناس اللي متابعاني او مش متابعاني يقفوا معايا ويشجعوني. انا بقالي فتره موقف فيديوهات بسبب عندي انترنت، او بيعوق عندي انترنت واي حاجه، وكمان بيعوق معايا المشاهدين، بتصبح ان قناتي ترجع تاني ميتها. واقول لكم حالا قناتي بقى لها قد ايه فاتحها واعرف. خش على قناتي وهات حول القناه، هتلاقي قناتي منشوءه من 2014، وانا كان عندي قناه من 2013 كنت برفع عليها مهرجانات، وكنت يعني مهرجانات شغالة، بس كانت ما بتجيبليش مشاهدة برضو، بس كانت بتدخل لي سنتات دولارات بسيطة، كنتش بقبضها طبعا. بس دلوقتي لما جرت الناس ورا شهرة انها عايزة تفتح قنواتها علشان تكسب منها وخلاص، وهم كل دلوقتي اليومين دول مهمتهم ان هم ينشهروا ومجد وشهرة وفلوس على الفاضي، انا مش مهم عندي الشهرة، انا مش مهم عندي الشهرة ولا الفلوس، انا مهم عندي ان قناتي على الاقل كل الناس تشاهدها، على الاقل الناس تبقى فيها مشاهدة، اشوف العداد بيعلى والمشتركين بتعلى، اشوف حاجات زي كده تشجعني. هل يا ترى انا اللي انا بعمله ده بيهم ولا ما يهمش؟ قناتي دي اللي بكلمكم منها احمد شو دي من 2014، يعني يجي لها من 8 7 سنين كده. قناة اتنشأت من وقتها لحد دلوقتي ما حصلتش الـ1000 مشترك ولا الـ4000 ساعة، وكل يوم ابص الاقي واحد فتح قناة من يعني من تاني يوم عايز يغير وفتحها، يعني لا سرق واي فاي من تحت بير السلم من جيرانه، والاقيه في ثانية الاقيه حصل الـ4000 ساعة والـ1000 مشترك. ليه كده يعني؟ في ايه؟ فين التشجع اللي ما بيني وما بين الناس؟ والله انا بعمل على قد ما اقدر حاجات حلوة وبتاع، وكنت ناوي اعمل حاجات فيها شغل جديد، بس كل ما ارفع حاجة حتى ان كان مزمار او مهرجانات او اي شغل، او مثلا ارفع فيديوهات مضحكة رياكت تمثيل بمثل فيه اي حاجة، ابص الاقي كل المشاهدات ضعيفة في الزيرو، ولا عيال تافهة قلب انا مؤاخذة، وابص الاقي على التيك توك دون الابليكيشن اللي خرب البلد. والله العظيم تبص تلاقي، وانا على ابليكيشن التيك توك برضه، بس الحمد لله يعني ما بنعملش شغل القرف اللي بنشوفها على التيك توك، بنعمل الناس محترمة، احنا بنعمل حاجات حلوة ومحترمة وهادفة. وخش على التيك توك اكتب احمد شو او اي حاجة، تبص هتلاقيني برضه على التيك توك، بس هتلاقيني رياكت يوتيوب وهتلاقيني رياكت تيك توك. ومش عارف بقى الناس المتابعين اللي هنا يا ترى اشتركوا تاني معايا ولا المتابعين اللي سامعيني على دماغي من فوق محترمين، والمتابعين اللي بيشوفوني ولا بيعبروا ولا كأنهم بيشوفونا يعني ايه زي الناس اللي هي بتأذي الناس بس ما حدش يعرف عنها حاجة، دي زي كده يعني الناس اللي هي بتعمل اي حاجة لأي حد بس من بعيد لبعيد، دي يعني كده يعني دي برضو انا بقول لهم يعني ما يخسرش حاجة ان انت تشترك في القناة وتشجعني، يعني ما تخليش يعني مود الواحد يبقى في السقوط والنزول، يعني السقوط يعني ايه قناتي تفشل يعني وكده، لا خلي القناة تنجح كده، وشجعوه شجعوني اعمل شغل رياكت وتيك توك تاني، واعمل لكم فيديوهات تمثيل وكده. انا بعمل فكرة من دماغي، ما بقلدش حد الحمد لله،
يعني حتى الرياكت انا مش بقلد اي حاجه، في الناس معظمها بتقلد بعضها في الرياكت في نفس الكلام ومن نمط، انا عندي كلام بقوله وكلام جديد بقوله، وعندي تمثيل بعمله جديد وشغل جديد، ونفس الناس المشجعين اللي هنا. يعني رسالة من احمد شو للمشجعين بتوع احمد شو، او اللي لسه هيبقوا يعملوا احمد شو، اللي الناس اللي هتعمل احمد شو تشجعني كده وتدوس لايك وتشترك في القناة وشيروا قناتي، ولو في ناس بتعمل خير تشيروا القناة، وبلاش بقى شغل بقى الناس اللي هي عشان تعدي قناتك لازم تدفع فلوس والكلام ده، الناس اللي هي بتحتاج فلوس في الحاجات اللي زي دي، يعني حرام في ايه وانتوا بتاخدوا الفلوس دي، يعني فكرنا حلال يا جماعة. والله العظيم انا مفتح قناة ده عشان الفلوس، ده انا عامل القناة ده عشان بس يعني يبقى ليا لون كده لوحدي في النت واليوتيوب والكلام ده، هنعمل ايه بس. وما بحبش الناس اللي هي بتقولك ايه عشان تعدي مش عارف ايه ادفع كذا، وناس كتير حصلت معايا وكنت داخل عليهم وقول لهم وصلوا قناتي يقول لي ادفع فلوس وادفع كذا، الاستغلاليه وايه الناس دي. يعني انا لو بقيت يوتيوبر في يوم من الايام مش هعمل زي ما هم بيعملوا كده، واقف مع كل الناس بس شجعوني زي ما اعمل، عايز الناس تشجعني وتخلي قناتي تبقى عاليه عشان لو جاني حد نفس اللي انا فيه ده اقف معاه، مديله ايده واقف معاه واقول له ماشي وعدي وقناتك توصل، واقف معاه وهتابعه واخلي الناس تتابعه كده. عيب اللي الناس اللي هي اللي بتبقى مادية اللي عايزة فلوس دي، عيب عيب عليهم اوي 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 اوي، عيب. ده احنا بقينا في زمن غريب، او كل الناس بقت كل حاجة حياتهم فلوس فلوس فلوس، حتى اللي هيعدي يعدي بفلوس على النت اللي مش عارف ايه. والناس برضو اللي عايز المتابعين يعني تسمع كلامي بجد ويشتركوا في قناتي، واللي مش مشترك يشترك، والناس اللي متابعاني على دماغي والناس اللي مش متابعاني يشتركوا ويبقى على دماغي من فوق، شجعوا قناتي بقى مش هتخسر حاجة. لما الواحد بيضحك الناس عشان أنا بضحك الناس كوميديا، والابتسامة في وجه أخيك صدقة، بكلمك بجد أنا بحب أضحك الناس كوميدي كوميدي في كل حاجة، يعني كوميديا شوف كل حاجة، مش هتخسر حاجة لما تدوس اشتراك في قناتي، ولما بعد كده أرفع لكم بقى لينكات التيك توك وماسنجر والحاجات اللي هي زي دي كده، لو حد عايز يبقى فيه بيني وبينه شغل في اي حاجة انا موجود سداد في اي حاجة ما بيهمنيش، ولو انت فين هجيلك واقف معاك برضو، لان انا من الناس العملية اللي بتحب تساعد الناس بالخير. وبقول لكل الناس اللي هي بجد الرجالة بجد والشباب الرجالة والبنات اللي بجد اللي بتحب تقف في الدعم كويس جدا ومن غير مقابل ومن غير اي حاجة، الناس الكويسة الناس اللي هي بتاعت زمان كويسة دي، اللي الناس اللي سمعاني اللي زي دي كده تشترك في قناتي تفعل زرار الجرس تابعني، وكل واحد فيهم يقول انا فيا ايه مثلا اغيره، مثلا امثل المرة دي كذا، اعدل في كذا، اسوي كذا، ما اعملش كذا. احنا اللي بنصنع الفنانين، الجمهور هو اللي بيصنع الفنان. انا بتكلم ان احنا يعني انا منكم كجمهور زيكم قبل ما اكون فنان يوتيوبر، انا اسمع منكم علشان اعرف انا اعمل ايه وافهم دماغكم واعمل اللي انتوا عايزينه، وكلنا لازم نقف في بعض نشجع بعض. رسالتي دي لكل واحد هيسمعها لليوتيوب، الناس كل اللي تسمع الرسالة على اليوتيوب دي تعمل بيها وتقف جنبي، واللي عنده جروب ولا اللي عنده فيس او اي حاجة ياخد القناة بتاعتي، اي حد بيعمل دعم خير ياخد القناة بتاعتي ويرفعها عنده ويمشي لي بقى، يعني كله انتوا فاهمين بقى، اللي بيعمل خير بيعمل خير في كل حاجة، واللي ما بيعملش خير يا على دماغنا برضو. احنا في زمن غريب اصلا، في زمن الشهرة اصبحت لناس لا مؤاخذة يعني معيوبة في الكلام، وبقت الشهرة مع ناس محترمة زينا، كل الناس اللي محترمة زي احمد شوق كده بقت الناس اللي زينا كده في الشهرة اللي هي ما بتعملش قرف زي اللي بيعملوه على النت والكلام ده، تبص تلاقيهم مشهورين في سرعة البرق، في سرعة البرق هم ولاد 60 في 70، دول اللي هيجيبوا لنا يوم القيامة بدري، وبيعملوا حاجات غلط ما تنفعش انها تحصل. واتكلم عن رياكتات وفيديوهات بعد كده جاية، بس يا ريت من اول الفيديو ده اللي هو الرسالة ده اللي انا بكلمكم عنه ده، يا ريت كل الناس تتفاعل مع القناة بتاعتي، لان اللي جاي احلى طبعا ان شاء الله. ومش انا مش عايز افكركم تاني اقول لكم اشتركوا في قناتي، لان قناتي دي بقى لها 8 سنين
وحرام اللي من 8 سنين لحد دلوقتي وما اتفعلتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.